مش عارفة ليه خايفة قوي على مناعة يا بابا. كل حاجة حواليا بتقول انه بيتعرض لضغوط ومشاكل كتير، وانه بيتنازل عن املاكه خوفا عليها، كأنه هيختفي من حياتنا وبيحاول يأمننا. جوزك مش هين يا نورهان، واكيد هو عارف بيعمل ايه ليكم ولنفسه. ما هي دي المصيبة، انه عارف بيعمل ايه، عشان كده خوفه ليه سبب، وسبب قوي كمان. المهم دلوق ضمنيني على اللي تحت يدك. الحمد لله يا بابا، قدرت افهم كل حاجه. مزرعه المواشي ومصنع المكرونه شغالين ازاي، وحاسه كده اني هقدر اديرهم. كده تبقي بتساعدي جوزك صح، انت تشيلي هم المصنع والمزرعه وهو يتفرغ لهمومه ومشاكله التانيه ويحلها. ربنا يستر. معلش يا ماما يا حبيبتي، تعباكي معايا انا والولاد. يا حاجة تعبك راحه، وانا بعمل حاجه، البركه في الشغالين بيعملوا كل حاجه. يا لامي كليك لقمه، شكلك ما اكلتيش طول النهار. ربنا ما يحرمنيش منك. شايف حاجه يا فراج؟ ابدا يا كبير، بس انت ايش دراك ان هي تطلع من بيتها بالليل كده؟ هتطلع طالما قالت الرجاله هتشتغلوا في البيت من بكره الصبح، يبقى هتطلع. طب وتطلع ليه في الليل؟ وتروح على وين؟ ده اللي هنعرفه لما نمشي وراها ونعرف دسة الفلوس فين. دول مليون جنيه، مليون جنيه فراج. خافت عليهم، قالت تشيلهم في حتة أمان. جايز الفلوس معاها ولا مع بنتها؟ بنتها إيه؟ بنتها إيه؟ غبي، من جوز بنتها؟ كانت تشيلهم معايا، لكن لما وديتها تسكن في بيت الخواجات خافت على الفلوس وقالت تدسهم في حتة أمان. يعني الفلوس تحت يدي عشان كده عايزة تبني؟ عشان كده عايزة تحرض الرجال علي. بص يا كبير، إيه؟ أنا شايف حد فتح الباب. ورايح على الخالي. طب خليك، انا هنمشي وراها حكما عارفك غبي ممكن تشوفها. خد بالك يا كبير، ايه طريق عشه ابو الحمد ده طريق كله عفاريت، ايه وطلعوا الناس كتير يامي. عفاريت؟ عفاريت صح فراج؟ ايه والله، كانهم ملمومين حوالين بيت ابو الحمد، ولما اتقتل ما بقاش حد يحكمهم، واللي يجرب يقتلوه. يا قلبك الميتة مو جميله، معقول مش خايفه ولا تخاف ليه؟ دي تخوف بلد. خليك خليك انت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمنتكم أمانة، لا تأذوني ولا أذيكم. هاخد حاجتي وأمشي، دستوركم يلي هنا. كيف ده؟ خوفها كيف؟ خوف. حلوة دي، حلوة دي، حلوة دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دستور، دستور، أمنتكم أمانة، لا تأذوني ولا أذيكم. اخد شنطتي وامشي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اخد الشنطه، اخد الشنطه وامشي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما تنسونيش، لا لا، ما تضربونيش، ما تضربونيش.
بسم الله الرحمن الرحيم. فيه اللي بنعمله في الناس هيطلع علينا ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مين هو انت؟ هو انت بغلص طرالي تعال ليه تخوفنا؟ ليه بتخوفني؟ انت اللي بتعمل كده. ايوه بساعدك، ما انا شفتك وانت بتعمل كده، قلت هي دي الطريقه اللي بتخوف فيها العفاريت. وقعت قلبي، وقعت قلبي. ليه وقع قلبك؟ جيت ورا ليه؟ مش قلت لك ما تجيش ورايا؟ ما انا خفت اقعد لوحدي. وجميله شفتك؟ هي كانت شايفه قدامي، دي كانت بتجري شويه وتتكعور شويه. تقوم تخوفني انا؟ غور غور. خابت يفك لحم صدرك. اوووه. يا سهيل. الحمد لله. الحمد لله. صباح الخير يا عرسان. افتحوا افتح يا عروسه، خد فطوركم. ما تفتحوا. قوم افتح. افتحوا. صباح الخير يما. صباح الخير يا خالتي. صباحيه مباركه يا نن عين امك من جنبه. خير صباحين يا عرسان. تفضلوا تفضلوا يا مراري، تعشاهم زي ما هو. يا دي الفضيحة يا ولاد. فضيحتي بس يا خالة وجيدة، كل ما في الأمر إن بنتكم كاشة مني حبتين، قلت أهملها بروحتها. تهملها كيف؟ ما تفهمونا إيه اللي حصل. وطالع أشم شوية هوا. اطلع يا أخويا زي ما أنت عاوز. إيه الحكاية يا فلحة؟ أنا خايفة يا عم، عيني ما زرهاش النوم يا خالتي. عمر باين عليه ممسوس. لو ما خدتونيش معاكم أنا هموت نفسي. بعدين ده يمكن يكون عليه عفريت يقوم عليا بالليل يخنقني. خش خش قدامي. امال انا سايباك معايا ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزه حاجتي وهفوت لكم حاجتكم. انت بتكلم مين يا ام جميل؟ اسكت اسكت، انت مش شايفهم لكن هم شايفيننا، ولازم نستاذنهم ولا يخبوا الحاجه منينا ويخلونا نلف حوالين روحنا. يا ام جميله شوفي دستي الشنطه فين، او قولي لي على مكانها وانا اجيبها. والعفريت اللي هيتكلم اخزق عينيه. دستور دستور سامحوه سامحوه ما يعرفش. انا كنت دست الشنطه تحت الحاجات المحروقه دي. مدي يدك هاتها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جميله الحاجات المحروقه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مراري الشنطه الشنطه وين؟ مفيش حاجه يا جميله، ما كنتش اتحركت مع العشه يا مصيبتي. لا ده انا دستت الشنطه بعد الحريق، قلت العفاريت هتحرسها ومحدش هيقرب من العشه. يا مراري يا مراري، يا حظك الاسود يا روايح، يا حظك الاسود يا روايح. الفلوس راحت. مفيش حاجه اقول لي يا مخلوله، مفيش حاجه. الفلوس راحت الفلوس راحت فلوسي راحت فلوسي راحت فلوسي راحت فلوسي راحت. لا اله الا الله، انا ما سمعش منكم غير خربطه وكلام فاضي. ولما يقوم عليها بالليل يخنقها وهي نايمه. يشنقوه وهو صاحي. في عريس يعمل كده في ليله دخلته يبقى مخه في حاجه. يلا يا جماعه توكلوا على الله من غير ما تروح، مفيش حاجه تستاهل. واه بخرب فيك. بطل زناخه مخ يا جزمه يا بنت. هيجوزك عندك اهو هيقولك على كل حاجه. كلام اللي يدور بيناتكم يبقى سر، ما عايزينش نعرفه لا منك ولا منه. يلا يا ام بكري، يلا يا ام منى قدامي، يلا يلا جري. عامل عقل يا ولد اخوي، عقل اللي يمشي ورا كلام الناس وين يغرق. عقل يا بيت. اقول لكم ايه انت وهو،
ما عايزينش فضايح على الفاضي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حقك عليا يا نسمة. أنا كنت قلت إنك غلطت في حقك؟ اللي تبقى عروسته زي القمر زيك كده ويزعلها يبقى لازم يطيب خاطرها ويحب على راسها. طب قولي إيه اللي كان شاغل بالك؟ ولو صدقتك؟ هسامحك. يبقى هتصدقيني عشان انا عمري ما كذبت. هما رجاله شدوا حيلكم. يعني احنا لو حبينا نبني بيوت للعيله كلها هنا هنحتاج مش اقل من 10 فدادين. نخليهم اخر الارض من ناحيه النجح. ممكن يا ابوي. احنا نبني لنفسنا واللي عايز يبني يبني، الارض موجوده اه. والغلابه اللي ما يقدروش بحق وحقيقه لفتهم للبندريه يزلهم ما بقاش كبير عيله. يعني كيف يعني ابوي هتصرف في الملايين دي كلها عشان نبني؟ دماغي يا ولدي قرشان برضك يا ابوي. دماغي حتتفرتك. انا قلت لك رايح نفسك، ما عايش تسمع كلامي. كان نفسي يا ولدي، كان نفسي ابقى عندك حد الحكومة تعترف بالنجلة دي. هيحصل يا ابوي، بس الأول نبقى يد واحدة ونبني بيوت حقيقية مش عشان زي عمال الطراحيل. الحكومة لما هتاجي هنا هتاخد عاطل على باطل مش هتفرق. والبندرية ممكن يقولوا بأصلهم ميانة ويقولوا إننا كنا بنزرع معاهم حشيش بالزور. يا عم ناجي نبعد عن الناجع لحد ما العميد أحمد يعرف إننا ما كذبش عليه. وأنت لسات برضك بتحلم ببيوت حقيقية مش عشش. المهم محدش يوصل للنجع لحد ما طهره من المخدرات والهبات دي. ربنا يديك له العمر يا ولدي. مالك حسان؟ روحني. مالك اخوك؟ مش قادر اصلك طول يا ولدي. ابوي ايه؟ عمي عمي جليان شد حيلك ابوي. عرفت اني كنت ظالمه الوقت. اعمل يا اخويا انتوا اللي فكركم راح لبعيد. ربنا يهدي سرك يا بنتي. قصوا يا مري. حسان مالك يا حسان؟ مال ابوك يا مناع؟ اتكلم. اصبر يا ام، اصبر يا ام، انا فين شنطه الدواء يا مروه؟ الشنطه ايه؟ معقوله يا ام كل ده ورشام ياخد ابويا كل يومين اللي فاتوا؟ وانا ايه عرفني يا ابني؟ هو اللي بيمسك الشنطه وينجي دواها. ليه كده يا ابوي؟ ده شديد على القلب قوي. محدش يرجع من الوجع اللي انا فيه يا ولد. قلبي هيفرفر. روح يا تطلع. مش عارف ايه اللي ممكن ياخده واللي ما ياخدوش. هات اللي هيشكل حتى لو اموت، المهم اموت من غير وجع. لا هيوقف قلبك. ما قادرش اخد نفسي، ما قادرش اتحمل الصداع اللي هيفرتك راسي. صلى على النبي. صلى على النبي. احب على يدك. خد نفسك بالراحه. ريح ابوك يا مناع. مش طايقه اشوفه كده. خد نفسك بالراحه. حويلك يا امو يا حويلك. اطلع بره، اطلع بره كلكم. يلا انا قدامي. يلا ريح يا ولد، ريح يا مراري. احب على يدك. ريح. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المبروك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم. تنطق الشهاده يا ابوي فوتك من كل الالم. وقول وراي اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. اشهد ان محمد رسول الله. خلاص يا خلاص يا ولدي خلاص. حسس ان انا ارتحت والتعب اتسحب مني. ربنا كبير يا ابوي، ربك رب قلوب يا رب. انت طول عمرك قلبك عمران بالخير يا ابوي لطيف. مع السلامة يا ابوي. مع السلامة يا عمدة. مع السلامة يا ابو منى. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا
وتملي بسأل روحي لك ده هم قلبي ولا كبر السن وتملي بسأل روحي لما بقين ده هم قلبي ولا كبر السن جرحك ربابة بتعزف والجرح واخده تسالي وكل ما القلب ينزف أقول له ما كنت خالي جرحك ربابة بتعزف والجرح واخده تسالي وكل ما القلب ينزف أقول له ما كنت خالي وتملي بسأل روحي لما بقين ده هم قلبي ولا كبر السن وتملي بسأل روحي لما بقين ده هم قلبي ولا كبر السن وتملي بسأل روحي لما بقين عارف ان هلاقيك هنا انت طول عمرك لما كان حد يزعلك كنت تاجي هنا في حضن الجبل وساعات كتير كنت بلاقيك رايح في سبع نوم حسام مش ابوك واحده كمان لا حسام كان ابونا كلنا عمري يا ولدي ما حسيت انه اخوي وبس طب تعرف كبرت واتجوزت وخلفت وبقى عمري 40 سنة وكنت لما اشوفه جاي علي وفي يد سجارة كنت لسه في سيالتي كيف العيال مش خوف منه لا احترام وهيبة أخويا الله يرحمه ما كانش في حد في الدنيا أحن علي منه يا أبوي أنا عارف إن الفراق صعب بس الحزن اللي أنت عايش فيه ده كيف الرملة الناعمة تبلعك من غير ما تحس بيها قوم يا مناع قوموا معايا يا ولدي قوم نفوق لحالنا انت متعلق في رقبتك ناس كتير من حقك تحزن عليه العمر كله هو ما يتعوضش بس اللي مش من حقك ابدا انك تنسى واجبك لحظه واحده رد علي يا ولدي قلناها قوم يا غالي كده الواد همام طايح في البلد فاكر انه بقى كبير صح مش لاقي حد يلم وخصوصا بعد ما عمو دياب مات وعملته السودة مع العبايدة فاكر انك انتهيت منها وان هوى البندر سطلك ونسيت اهلك وناسك قوم يا ولدي يلا قوم معاي كده طيب يا ولدي انا افوتك لحزانك بس خلي العبايه دي على كتافك تحميك برضك بالبرد ما بقاش في عند أي كلام يا ولدي
وهو ما حدش قتله يا عمي، بس انا قلبي معبي من ناس كتير قوي، حاسس انهم مسؤولين عن موته، زي اللي بيجي عنده طار بس طار مع ظروف وخلق كتير، اولهم همام بس مش اخرهم يا عم، مش اخرهم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. خد يا فراج، خد الفلوس دي وزعهم على الانفار، وخليهم من بكره ينزلوا الارض يزرعوا شتلة جديدة. تسلم يدك يا كبير. خليك لينا يا كبير. خليك لينا يا كبير. خليك لينا يا كبير. اهلا بك يا شوقي. يا كبير فراج، بس يا كبير احنا ملناش نصيب. شوف يا شوقي، انا هقول لك الفرق اللي بينك وبين فراج. فراج بيسمع كلام طوالي، يعني اقول له على كلمة يسمعها طوالي وينفذها طوالي، لكن انت لا، انت لا شوقي، انت عامل لي فيها ابو العريف، عامل لي فيها ابو المفهومية، وانت ما تعرفش حاجة، وده اللي جايبك ورا. انت كبيري وكبير النجع كله، وما عدتش عرضك تاني، بس افرجها عليها عشان ربنا يفرجها عليك. ماشي ماشي يا شوقي، عشان خاطر عيالك بس. امسك ده، امسك دول. عشتك ليه ويدك حب عليه. وقعد. قول لي يا شوقي، اخبار ام جميله ايه؟ صحيت من النوم لقيت الفلوس على صدرها، قاعده ترقص وتقول العفاريت حنوا عليا ويرجعوا لي فلوس. وانت شفت الفلوس دي يا شوقي؟ شفتها، وبصراحه كنت هتخوتني كمان. يبقى اتخوت انت كمان زيها، لان الفلوس دي انا اللي مديها للحمار اللي جاي هناك ده علشان يديها تصرف منها. ما انا لقيتها نعصانه في الطل جربت ابو الحامد، خفت اصحيها تنفزع، رميت عليها الفلوس قلت يمكن تصحى، لما فضلت نعسانه هملتها ومشيت. عشان كده بتقول ان العفريت هم اللي هيرجعوا الفلوس؟ يبقى تروح لها شوق انت وفراج، خدها على بيتك يا فراج وقعدها مع مرتك، هي برضك حماتي وممكن اتعاير بيها. بصراحه يا كبير اللي حصل معها يجنن اي حد، كانت في سابع سماء بقت في سابع ارض. تستاهل، وانت كمان تستاهل. عارف ليه؟ عشان قويت قلبها وخليتها تعرضني، وانا اللي عرضني او يقف قدامي اقطع له راسه، حتى لو كان مناع ولد حسان. انا عارفه ان فيكم واحد قلبه حنين علي وبيحبني، هو اللي رمالي الفلوس دي، بس الفلوس دول هما مش كفايه، مش كفايه، انا ورايا جواز وجهاز، اكيد اللي رمالي الفلوس دي عفريت جوز دياب، هو اللي قلبه عليا وبيحبني. قول لهم يا دياب، قول لهم يرجعوا لي فلوسي وما يخافوا منك. هو اللي كان عايش سابع بين البني ادمين اكيد عفريته سبع وسط العفاريت. قول لهم يا دياب يرجعوا لي فلوسي، دول مش كفايه، قول لهم هم هيخافوا منك. فهمني يا دياب، فهمني، وافتح حجري ويحتفوا لي كم رزمة ان شاء الله نصهم. اخسى عليك، اخسى عليك يا دياب، استخسرت النص في مرضك حبيبتك. طب قول لهم يرموا لي كم رزمة موجد، واني انا هرقص لك رقصة من بتوع زمان، فاكرهم يا دياب؟ فاكر لما كنت بتجيني في بيتي وانا احياني منك؟ كنت دياب، دياب. قول لهم، قول لهم يا دياب، قول لهم يرجعوا لي الفلوس، قول لهم يا دياب، وانا هرقص لك رقصه من بتوع زمان، قول لهم يا دياب، انا هرقص لك يا دياب. وكنت انت
بقول لك يا دياب، اياك اياك تخلي عفريت غريب يبص علي. يا دياب دياب، قول لهم يرجعوا لي الفلوس، قول لهم يرجعوا لي الفلوس يا دياب، واني حرقص لك رقصة من بتوع زمان. دياب اه يا نيمينة، فلوسي يا دياب، فلوسي دياب، عايزة الفلوس يا دياب، فلوسي. يا ليل يا سودي، بنات خوتت ولا ايه؟ اصبر يا شوقي، نشوفها هتقلع لحد فين. يا فراج، يا حماس الكبير، يعني فضيح علينا وكبرنا. فلوس انت يا وليه مخنوله؟ فلوس يا دياب، تعمل ايه عندك؟ فلوس بعده واحدة وبترقص لجوزها، مالكم ومالي؟ جوزك ايه؟ جوزك مات يا مخلولة. بعده حشهم عني يا دياب. دياب خدها يا فرحة. حشهم عني يا دياب. فضحتينا غطي غطي. مالكم ومال؟ الله حملونا. ايه مخلوله؟ ايه مخلوله؟ جوالك ايه يا وليه؟ هرقص لدياب، هرقص دياب. مين دياب مات؟ مالكم ومالي؟ هرقص لدياب. خشي جوا يا وليه مخلوله، خشي جوا، امشي عند التوهوة. بقول لك ايه، كل واحد يروح على بيته، واللي هيجيب سيرة باللي حصل انا هقطع على لسانه. يلا غورو، انسى بخدمة تانية يا كبير. كبير؟ كبير ايه بعد الفضيحة دي؟ احمد ربنا يا كبير اللي حقناها قبل ما تقلع موت ترقص العفاريت. كنتوا قتلتوها ولا كنتوا دفنتوها؟ التراب كان هيداري فضيحتنا. عندك اقتلها بيدك واحنا ندفنها. بعد ايه؟ بعد ما فضحنا واللي كان. اسمعوا، نبهوا الناس، اللي هيجيب سيرة حماتي ويمين بالله لكون قطعوا لسانه. يلا غور انت وهو غور. امرك يا كبير، امرك يا كبير. والهي بنات خوتت. همام تعال يا همام، تعال. الله يخرب بيت ابوكي، انت بتعملي ايه يا وليه مخلول انت؟ اسطري لحمك اسطري يا جميلة، انت اطين، تعالي شوف امك بتعمل ايه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يجيد ابو اللي يعرفك يا شيخة. ده أحسن شكل ومكان للبيت والزريبة والشونة. المباني كلها هتبقى بالمسلح، وهتكلف تقريبا قد مليون. ما عنديش مانع، وأنا أروح لمهندس المركز أعمل تصريح المباني باسمي، وبكده تبقى نوايا رسمية للبلد الجديدة. بعدها ما حدش يقدر يقول إنك مش تبع المركز، والعيلة كلها تتجمع حوالين. الحد الشرقي هخصصه لبيوت العيلة، اللي عايز يبني ياخد منحة أرض ويبني، وانا متاكد ان بعد اول زرع الكل حيشتري ويبني. قال له نبعد عن خطر النجع. والله صعبان علي الارض اللي هيبنوا عليها، احنا تعبنا كتير على ما صلحناها. معلش، نضحي ونصلح ارض جديده وهنبتدي ميت ان شاء الله. بكره باذن الله اخلص التصريح والاوراق وحفوتها لك، وحدلك الفلوس اللي تكفيك، واعتمد عليك في التنفيذ يا اختي. اعتمد على الله وتوكل على الله، شوف مصالحك في سوهاج. هرجع، بس مش قبل ما قابل همام واقنعه يبعد عن الخواجات والمخدرات، قبل ما الحكومة تشيلها لوحده. ولو كان عاقل من الأول كناش وصلنا للحال اللي احنا فيها دي. لازم يعرف ان اللي بيشيل قربة مخرومة بتخره عليه، وهي غلطة انا وابويا من الأول. رايحين نتوب قبل ما نتوب البندرية ويانا. التوبة عمرها ما تكون غصب،
التوبة لازمها جناعة بأن اللي هم فيه غلط. همام صاحبي وأنا أعرفه كويس، طيب وقلبه أبيض وهيسمع كلامي، خصوصا بعد ما بيجي كبير عيلته.